بعض المحافظات السورية أصبحت آمنة. مرحبا أول شيء لجميع، كيفكم اليوم أصدقائي؟ تم إرسال رسالة إلى البرلمان الهولندي بأنه بعض المحافظات السورية أصبحت آمنة. ملاحظة بين القوسين أصدقائي، هاد مو التقرير الأمني لسوريا، بقصد أنه هي الرسالة مو التقرير الأمني السنوي لسوريا، ولحد هلا ما في أي شيء أصدقائي، يعني لسه التقرير السنوي لم يصدر بشكل رسمي. ان شاء الله على اساس انه بهذا الشهر اصدقائي، بنص الشهر بعتقد، ولكن لسه ما في اي شيء. ولكن هي رساله توضيحيه للبرلمان الهولندي انه بعض المحافظات في سوريا اصبحت امنه. هلا يلي بده يستفسر اكثر او يلي حابب يقرا الخبر كامل، فيكم تفوتوا على اخبار هولندا 24 من عند الاستاذ وائل. دائما استاذ وائل كل تحيه له، تفوتوا عن طريق الفيسبوك وتقروا كل شيء بدكم اياه. تمام اصدقائي، لهون خلص الفيديو. يلي عنده اي سؤال استفسار فيكم تراسلوني على الانستغرام باسم باس ستار، على اليوتيوب يلي ما انتم متابعيني يا ميت اهلا وسهلا، بتشرفوا قناتي. شكرا للجميع وشوفكم ان شاء الله فيديو تاني. تحياتي.